الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمع شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام من أدلة مين؟ الأحكام. لمين؟ من مؤلفه؟ الحافظ حجر العسقلاني. وصلنا إلى باب التيمم. باب التيمم، التيمم لغة يا أولاد هو القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد بالصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص، الصعيد الطاهر على وجه ايه؟ مخصوص. عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب خمسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى غيرها؟ يعني هم خمسة بس اللي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما هو ذكر هذه الخمسة فقط. نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يجاهد ويحارب قوما، كانوا عندما يصلون يكونون على بعد مسيرة شهر، كان الله عز وجل يزرع في قلوبهم الرعب. والنقطة هنا يا أولاد كمان في أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الغاية شهرا أنه لم يكن بينه عليه الصلاة والسلام وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. يعني ما فيش واحد الرسول صلى الله عليه وسلم حربه كان المسيرة بينه وبينه أكثر من شهر. دي نكتة يعني ماشي. أن الله عز وجل كان يقذف الرعب في قلوب أعدائه وهم على مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني كل مكان في ما ليه مسجد على الأرض، كل حتة ما عدا الحمام والمقبرة والأماكن النجسة. أي أن إيه؟ أي مكان يجب أن يجوز أن نصلي فيه ما عدا المقبرة والحمامات والأماكن النجسة والأماكن النجسة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني وطهورا جعلت الأرض طهورا، يعني نتطهر إيه؟ يعني أننا نتطهر بإيه؟ بالتراب وكل ما على وجه الأرض مما يسمى الصعيد الطيب. الصعيد الإيه؟ الطيب، الطاهر. يعني الصعيد الإيه؟ الطاهر، سواء كان رمل أو سواء كان تراب ماشي أو حجر سهل مثلا لين. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. يعني ليس هناك عذر لأحد، أي مكان تدرك فيه الصلاة فصل، في الغيط صلي، في السوق صلي، في الجامعة صلي، على الرصيف صلي، في البيت صلي، في المسجد صلي، صلي في أي مكان إلا المقبرة والحمام والأماكن النجسة. وعند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذا لم نجد إيه؟ الماء. هنا ذكر متى يشرع التيمم، عند عدم وجود الماء أو القدرة على استخدام أو عدم القدرة على استخدام الماء. يبقى متى يشرع التيمم؟ عندما لا يمكن استخدام الماء. وعند أي طيب أيضا؟ أيضا عند عدم وجود الماء. عند عدم أيضا وجود مين؟ الماء أو عدم القدرة على استخدام المياه لمرض معين. لمرض إيه؟ معين. طب قوله: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعل التراب لي طهورا، هل يعني ذلك أنه لا يجوز التطهر إلا بالتراب؟ لا، ولكنه ذكر ذلك من باب إيه؟ إن دي الإيه؟
الغالب والكثير. أنا هذا من باب الغالب والإيه؟ أن هذا إيه؟ من باب أنه الغالب والكثير أن التربة تكون إيه؟ ترابا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ضربة واحدة. مين يقول لنا كده صفة التيمم؟ صفة التيمم كم ضربة؟ مرة واحدة. ضربة واحدة. حد يقول لنا كده صفة التيمم؟ ضربة واحدة. ضربة واحدة على الأرض ومسح ظاهر. ظاهر يمين على الشمال. يعمل ضربة كده واحدة. ضربة واحدة على الأرض ونمسح ظاهر الكفين. نمسح اليمين على الشمال وبعد ذلك نمسح الوجه. الوجه بضربة ايه؟ واحدة. واحدة. والاول ننفخ في ايه؟ ونفخ فيهما. يعني بعد ما مسح ما ضربت على الارض بتنفخ في ايدك وبعدين ايه؟ تمسح يديك. طيب لو مرة ذكر في فامسحوا ايه؟ وجوهكم وايديكم. في القرآن بدأ بالوجه ثم اليد. وفي السنة في مرة بدأ بالوجه ثم الايه؟ اليد. ومرة باليد ثم الوجه. فانت ان قدمت اليد على الوجه ما في شيء، وان قدمت الوجه على اليد ما في ايه شيء. المهم ان انت تمسح الوجه والايه واليدين. الوجه والايه واليدين. الوجه واليدين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال للآخر لك الأجر مرتين. لك الأجر إيه؟ مرتين. حد يقدر يقول لي هو استوعب إيه؟ استوعب عندما لا يكون هناك ماء، فأنا تيممت وبعد ذلك صليت، ثم وجدت الماء. ثم وجدت الماء لا يصح أن يعني إيه؟ أعيد مرة أخرى. ليس علي أن أعيد إيه الوضوء والصلاة مرة أخرى، لأن الرسول قال للذي لم يعد قال له أصبت الإيه السنة. فالسنة إن أنت لو وجدت الماء بعدما تيممت وصليت تعيد الصلاة ولا لا تعيد الصلاة؟ لا أعيد الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.